باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. فريق عمانوئيل يقدم قصة حياة القديسة الطاهرة الملكة أناسيمون السائحة. قصة حياة القديسة أناسيمون مأخوذة عن فيلم القديسة أناسيمون للسيناريست سعيد يوسف، إخراج بشوي سعد. بارك الله الملك والملكة وجعل أيامهما كلها سعادة وسرور. اتفضل يا كبير الوزراء، هات ما عندك. رؤساء المقاطعات يستأذنون جنابك ليباركوا الأميرة أناسيمون لنوال بركة المعمودية. خليهم يتفضلوا. تفضل أيها الأمير الأكبر. السلام لمولانا العظيم. اسمح لي يا مولاي باسم شعوب المقاطعات كلها أن أقدم الهدايا للأميرة أناسيمون بمناسبة نوال المعمودية، وبندعي لها كلنا بدوام الصحة والسعادة. تفضلوا تفضلوا. تفضل أيها الأمير ماكسيموس. اسمح لي يا مولاي أن أقدم هذه الهدية بمناسبة مولد الأميرة، وأتمنى لها السعادة والخير. مقبولة هداياك. تفضل أيها الأمير فروم. أما أنا يا مولاي أتقدم لجلالتك بأجمل التهاني، وأتقدم بهدية شعبي، وأرجو من الله أن يطول في عمر مولانا العظيم. ربنا يطول في عمرك يا أمير، أنت والإمبراطور. نفسي أشوف الأميرة بعيني يوم فرحها، كلها كم سنة ويجي اليوم ده. فعلا يا مولاي البنات بتكبر بسرعة. تفتكري أنه هقدر أعيش وأشوف اليوم ده؟ ربنا يطول في عمرك وتعيش وتشوف أولادها. إلا قوليلي هي فين الأميرة؟ مش عارفة، هي صحت وخرجت وبعدها ما شفتهاش. تلاقيها قاعدة في الجنينة عند ركن الصلاة المتعودة عليه. يا حبيبي يا إلهي يسوع، طول في عمر بابا وماما وقويهم وساعدهم يا رب. بابا أنا سيمون الجميلة، وحشتيني. خلصت الصلاة يا حبيبتي؟ أيوة يا بابا، بس في أسئلة كتير عاوز أعرفها. يا حبيبتي أنت فعلا كبرتي ومحتاجة المرشد روحي ومعلم يعلمك. أنا من بكرة وليه؟ أنا من النهاردة أبعت أجيب لك أعظم معلم في المملكة عشان يعلمك. وكده نكون عرفنا معنى الصلوات اللي احنا حفظناها. ودلوقتي يا بنتي أول ما ننام وأول ما نصحى الصبح أول حاجة نعملها إيه؟ أول حاجة نعملها نصلي ربنا. أحسنت يا أميرة. في أسئلة تانية؟ فيه. اتفضلي يا أميرة اسألي وأنا جاوبلك. ليه دايما بتناديلي يا أميرة؟ ليه ما بتقوليش باسمي؟ لأنك فعلا أميرة. أيوة بس أنت أبانا ومعلمني الصلاة. حاضر مدام دي رغبتك. تحب نكمل ولا معاد النونجة؟ لا نكمل، أنا عاوز أعرف حاجات كتير عن القديسين والشهداء اللي ماتوا علشان المسيح. أنا هكلمك عن راجل غني قوي قوي ساب المجد الباطل وعمل بنصيحة المسيح. اشترى المجد السماوي وهو الأنبنطونيوس أبو الرهبان. أبوه ترك له ثروة كبيرة قوي هو وأخته، لكن هو ترك كل الثروة دي بكلام المسيح لما قال باع كل مالك وتعالى اتبعني. راح عاش في البرية وبقي من أكبر كواكبها. طب وأخته؟ أخته كمان اشترت المسيح وراحت عاشت وترهبنت في دير للبنات. وكبرت الأميرة وهي لسه بتسأل عن الشهداء والقديسين اللي سفكوا دماءهم على اسم السيد المسيح. أنا بدعي ربنا إن أكون قلتلك شيء مفيد في السنين اللي فاتت دي كلها. أشكرك أشكرك يا أبانا على تعب محبتك. أنت في الحقيقة ما سبتش حاجة إلا وعلمتهالي، واستحملت كمان أسئلتي الكتيرة. يا بنتي أنا مهما قدمتلك لسه قدامك المشوار طويل. الإنسان ممكن يقضي عمره كله يتعلم من القديسين ويكتشف في النهاية إن لسه ناقصه تعليم كتير. طيب قولي يا أبانا إزاي أقدر أربح ملكوت الله؟
إجابته يا بنتي ما أقدرش أغيرها عن إجابة الرب، ومش ممكن تختلف أبدا أو تزيد حرف واحد عنها. اللي ممكن تتغير هو أنت. أنت ممكن تسلكي طريق مختلف خالص، الجهاد الروحي. الجهاد الروحي يا بنتي محتاج صبر وصلاة ودموع، محتاج لتدريب على الصمت، محتاج لتدريب على عدم محبة العالم. يعني تفتكر يا أبانا أنا الخطية أقدر أنفذ الوصية دي؟ كلنا خطاة، كلنا خطاة يا بنتي، وربنا بيبص لقلب الإنسان، وما دام في شهوة في قلبك صلي واسهري، حربي عدو الخير أو مية يا بنتي، ما تخليهوش يتغلب عليكي أبدا. صلي من أجلي يا أبانا. يا ريت أنت يا بنتي اللي تصلي من أجل ضعفك. هما الفين الأميرة؟ زمانها جاية، تفضل كل أنت مولاي وأنا هستنيها. هي مش ناوية تتعشى معانا ولا إيه؟ الأميرة في أوضتها يا مولاي. بتعمل إيه لغاية دلوقتي؟ هي مش عارفة إن إحنا مستنيينها على العشاء؟ ما هي بعتاني يا مولاي علشان أبلغ حضرتك إنها مش هتقدر تتعشى دلوقتي. مش معقول، أنا بدأت أقلق عليها، صحتها مش عجباني اليومين دول. هي البنت عيانة ولا إيه؟ لا 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 يا مولاي. مترددة ليه؟ في إيه؟ بصراحة يا مولاي. بصراحة إيه؟ اتكلمي. ما أقدرش يا مولاي. ما تقدريش ليه؟ في إيه؟ بصراحة يا مولاي الأميرة في خلوة روحية. طمنتيني، بس أنا خايف على صحتها، كتر الصيام هيتعبها. يا ربي يا ربي يا يسوع المسيح، إني أحبك. اديني يا رب نعمة لأترك كل ملذات العالم لأعيش في ملكوتك. أدخل يا مولاتي. ادخلي يا ملي، ده أنا كنت لسه هبعتلك أسأل عنك. أنت كنت فين؟ كنت فين؟ مش حضرتك بعتيني لمولاي علشان اعتذرلك عن العشاء؟ بحق، قبل اعتذاري؟ أيوة قبل، بس بصراحة جلالة الملك زعلان قوي. طمنيهم وقولي لهم ان انا بخير. حاضر يا مولاتي، تأمري بحاجة تانية؟ لا يا ميلين، تصبحي على خير. وانتي من اهل ادخل يا مولاتي. ادخلي يا ميلين. في حاجة يا مولاتي؟ لا مفيش، اتفضلي يا ميلين. صباح الخير. صباح الخير يا ميلين. انتي ناسية اللي احنا النهاردة هنروح الكنيسة سوا؟ ودي حاجة تتنسي برضو يا ميلين؟ طيب اسيبك علشان تغيري هدومك. حياتي الروحية محتاجة لصلواتك يا أبان. ربنا يقويك يا بنتي. اسمحلي، خد ده لإخوة الرب. ربنا يعوضك. اسمحلي يا أبان، لو أي حد محتاج لأي حاجة ما تحرمنيش من البركة دي. ربنا يبارك فيك يا بنتي. طبعا سمعت ان الملك عيان. سمعت، ربنا يشفيه. وانا بقولك علشان تدعي له. امال عايزني اقول ايه؟ ممكن تسيب الكتاب اللي في ايدك ده وتفكري معايا شويه. ايه جرى ايه؟ الملك عيان، عايزني اعمل له ايه يعني؟ هدوي؟ لا، هنعيط عليه، هنبكي عليه. انت غريب جدا النهارده، مش فاهمه انت عاوز ايه. شكلك كده عاوز تتخانق. انا بقى النهارده ماليش مزاج للخناق. يا وليه فهمين، الملك ده لما هيموت مش بنته هتورث؟ تمام مظبوط. طيب والأميرة أنا سيمون اللي هتورث الملك وهتبقى ملكة في يوم من الأيام، ما يلزمهاش مثلا إن هي تتجوز؟ الله مطولك يا روح. يا ست فهمين. ما أنا مش فاهمة، مالنا إحنا ومال الموضوع ده؟ أنا سيمون اللي هتورث لازم تتجوز. طيب ما تتجوز، عندك عريس ليها؟ قصدك؟ أيوة قصدي يا ست ابنك المحروس إزيسيوس. وانت ايش ضمنك انهم مش حاطين عينهم على حد تاني؟ واحد تاني ايه يا هانم؟ انت نسيت انا مين؟ ده انا ابن عم الملك، وابني اولى بيها من اي حد غريب. انت عايزه ايه؟ الملك يروح مننا اوانطة؟ طيب والحل ايه؟ الحل ايه؟ الحل ايه ده ايه؟ ما تفكري معايا شويه، ولا كل حاجه عليا انا؟ طيب سيب الموضوع ده، خليه عليا انا المره دي، هخلي مريم تكلمها. مريم؟ طب دخل مريم ايه؟ لا ده شغل انا بقى، اصل ما يأثرش على البنت غير البنت اللي زيها. انت شايفه كده؟ بس اللي عليك تواضب لنا مقابله مع الملك واشوف راي إيزيسيوس ابنك. إيزيسيوس ده بقى خليه عليا انا. بس يا سيدي جه الحصان في الملف جانح بيا، وقعت على الارض ولقيت نفسي بين الحياه والموت. بتضحك؟ بس الوعد دي جابت نتيجه.
طبعا خليتنا اعيد نظر في البرنامج التدريبي بتاعي بالكامل. لا لا انا مش قصدي كده، انا قصدي ميلينا. ميلينا مالها؟ الواقعة دي كشفت عن شعورها. ازاي؟ انا كنت واقف جنبيها وقت السباق وساعة ما الحصان جنح بيك وقعت، شقة الشقة خلت كل اللي حواليها خدوا بالهم ودمعت انت حكايتكم ايه؟ واقفين هنا تحكوا وتناموا وسابين ماركوس يغلب فينا؟ امال كنت عمال تضحك على ايه؟ او ما كنت بترمي المارك. تعالوا بقى معايا اما افرجكم عليه. يلا بينا. ايزيسيوس يا مولاي الامير. هو شرف، خليه يتفضل بسلامته. والدي الامير. انت كنت فين يا ابني؟ امر يا امير، انا تحت امرك. تقول لي تكره ايه في حياتك؟ اقول لك العيل الخايب. عايزك يا ابني كده تفتح دماغك كويس وتسمع اللي هقول لك عليه. انا كل اذان صاغيه. الملك. ماله الملك؟ مالك اتخضيت عليه قوي كده؟ ده لو كانوا قالوا لك ابوك مات ما كنتش اتخضيت كده. جنابك عارف انا بحبك قد ايه، لكن محبتي للملك شيء تاني، ده راعي الفرسان والفروسيه في المملكه كلها. علشان كده بقى عايزك تسمع لي وتفتح دماغك كويس. الملك عيان وقرب يفلسع. تحب اجيب له اكبر طبيب في الولايه؟ طبيب ايه وهباب ايه؟ انا مش فاهم قصدك يا مولاي. يا ابني فتح دماغك معايا. دلوقتي الملك ده لما هيموت مين اللي هيقعد مكانه؟ انا سيمون طبعا. هو ده اللي انا خايف منه، وعشان كده انا عايز اقطع الطريق من اوله. تقطع الطريق؟ انا مش فاهم قصدك. انا فهمك يا سيدي. انا سيمون لما هتبقى ملك محتاجه جنب منها ملك، صح؟ مظبوط. الملك ده بقى هيبقى انت. انا يا والدي انا هبقى ملك؟ طبعا يا ابني. هو في غيرك؟ ده انت ابن عمه، ابن عم ابوه، يعني ابن عمه. عايزك بقى تلحلح نفسك وتفكر كده وتشغل دماغك علشان لما نروح نزورهم تقعد معاها وتلف عقلها، تضحك عليها بقى، خليك ملحلح ما تبقاش خايب. فاهم ولا مش فاهم؟ ازاي بس؟ هو ايه اللي ازاي عيل خايب؟ معرفش ازاي، بس انتوا يا شبان اليومين دول ليكوا طريقة في الضحك على عقول البنات. بس انا سيمون دي مش زي اي بنت. صحيح، يبقى ليها ترتيب تاني. اما كان حتة سبق ما شفت ازاي؟ فعلا ده كان سبق جميل. صدقيني انا زعلانة قوي علشان مش هقدر اروح حفلة الموسيقى. ليه خير؟ رايحة يا ستي بزيارة الاميرة قريبتي. انا سيمون، اصلها سألت عني. ايوه مش دي اللي كل كلامها مواعظ؟ بس اعمل ايه قريبتي، ما تيجي معايا. لا ابعديني انا عن الناس المعقدين دول. علشان خاطري تعالي معايا. طيب. انا فرحانة قوي بزيارتكم دي. نحنا اللي سعداء بيكي، ده انا خدت بركة كبيرة قوي. شكرا ليكي. قولولي ايه اخبار حياتكم الروحية؟ في الحقيقة معظم شباب اليومين دول تفكيرهم كله سطحي، مفيش ثقافة، كل همهم انهم يتسلوا بس، مين سابق مين ومين يصطاد اكبر فريسة. مريم تقصد ان الشباب عقله فاضي. بس ايزيسيوس اخويا غيرهم كلهم بيحب يقرا الشعر والفروسية ووسيم كمان. انتوا فهمتوني غلط، انا قصدي حياتكم الروحية مش العاطفية. تقصدي الصلاة والصوم يعني؟ بالظبط. صدقيني يا مولاتي زينا زي اي واحدة في سننا، مشغولين في تحصيل العلم والموسيقى، ولما بيجي وقت مروح الكنيسة بنروح. ياه للدرجة دي؟ كل يوم عندنا في القصر حفلات واستقبالات، وكل ام عايزة تتباهى بجمال بنتها وثقافتها. طيب وفين ربنا من حياتكم؟ ربنا موجود بس مأجلينه شوية لغاية ما تخلصوا حفلاتكم ومشغولياتكم وبعدين تبقوا تفكروا فيه، مش كده؟ يعني اسمحيلي يا مولاتي انت سنك قريب من سننا، عايزة تفهميني انك مش بتهتمي بالحاجات دي؟ في الحقيقة انا لي اهتمامات تانية اكتر من كده بكتير. هو في حاجة اهم من كده؟ في طبعا يا ماريا. زي ايه مثلا؟ مولاتي اصدقائك وحبايبك وصلوا، دخليهم وانا جاي حالا. اتفضلوا بس هنكمل بعدين. الاميرة، الأميرة أنا سيمون. أهلا بيكم، وحشتوني خالص، اتفضلوا عدوا. وحشتينا يا أميرتنا يا أجمل وأطيب أميرة في العالم. زرتي صاحبتك اللي كانت تعبانة الأسبوع اللي فات؟ زرتها يا مولاتي واديتها المبلغ اللي قلتلي عليه وبيت كويس. انتوا أهلي وإخواتي في الرب وأنا بنفذ الوصية الربانية. وانتي يا أم يوحنا إيه أخبار صحتك دلوقتي؟ نشكر الرب يا مولاتي أنا صحتي بقت كويسة والحمد لله. هما دول أصحاب الأميرة أنا سيمون؟ أنا عارفة. معلش أنا اتأخرت عليكم سامحوني. لا 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 أبدا، بس أنا مستغربة. مستغربة؟
مستغربة على ايه يا مريم؟ يعني انتي كل اسبوع بتعملي كده؟ مضيعة وقتك مع الجماعة دول؟ دول اخوة الرب، والرب قال كنت جوعان فأطعمتموني، عطشت فسقيتموني، كنت غريبا فأويتموني، عريانا فكسوتموني، مريضا فزرتموني، ومحبوسا فأتيتم إلي. يعني اللي بيعمل حاجة من الحاجات دي مع إخوة الرب كأنه عملها مع رب المجد. رسالة من الأمير الأكبر، أمير الولاية الرابعة. خير. بعت يقول إنه جاي لزيارتنا ومعاه ابنه الأمير إيزيسيوس. وسبب الزيارة إيه؟ مدام جايب إيزيسيوس معاه، ولا يمكن بلغوه إن أنا بعافية شوية. قصدك جاي يطمن؟ أكيد ده قصده، بس أنا حاسس إنه يقصد حاجة تاني مدام جايب إيزيسيوس معاه. عموما إيزيسيوس شاب كويس وما يتعيفش. أيوة، لكن اللي يتعيب ابن عمنا الأمير الأكبر أبوه. عموما اللي ريحك. افرضي لو طلب إيد الأميرة أقول له إيه؟ الأمر أمر مولاتي، سيبك من رسميات، ده احنا بنتكلم في مستقبل بنتنا، أنت إيه رأيك؟ أنا شايفة إيزيسيوس شاب كويس. خلاص أنا فهمت، بس قبل ده وده لازم نعرض الأمر عليها. صحيح إيزيسيوس شاب كويس في نظري، لكن بنتك أمرها ممكن يختلف. ربنا يهديها. خلاص روح انت وبعتها لي. سلام يا والدي. سلام والنعمة، اتفضلي، وحشتيني، ايه اخبارك؟ نشكر ربنا يا مولاي. يا ترى ايه اللي خدك امبارح مننا على العشاء؟ ابدا، كنت مشغولة شوية. يعني الصحة عال؟ اطمن يا والدي، الحمد لله. الحمد لله بحق. الامير ابن عمي الامير الاكبر بعت رسالة وقال فيها انه جاي بكرة ومعاه ابنه الامير إيزيسيوس. ايه رأيك انك تيجي على الغدا بكرة معانا؟ امرك يا والدي، مع انه اخته مريم كانت معايا النهاردة وما جابتش سيرة، يمكن كانت عاوزة تعملها مفاجأة. ممكن، يا ريت تأمري الطباخ يعمل لنا كام اكلة شهية. حاضر يا والدي. ايه ده يا مولاي؟ عدس؟ ايه ده كمان فول؟ الفولة بانت من اولها، ايه الكرم ده كله؟ ايه ده اللي ما فيه حتة لحمة ناكلها؟ فين الطباخ؟ ده لازم يتعاقب. عاوز الطباخ ليه يا والدي؟ انا اللي امرت بالاكل ده. ايوه بس قصدي حضرتك، علشان الاكل صيامي؟ انتوا ناسين النهاردة الاربع؟ ايه يا اميرة، انت كل يوم اربع كده بتطبخي عدس وحمص ولوبيا بنقطة وفول؟ ليه جناب الأمير، هي قصدها ان يوم الأربع صيام. على فكرة أنا وإيزيسيوس بنصوم أربع وجمعة، مش كده برضو يا إيزيسيوس؟ طبعا ما بفوتناش الأربع ولا جمعة. أهي المسألة بانت لبيتها. كان حقك يا مولاتي تطلبي من الطباخ يعمل شوية أكل صيامي مع الأكل الفطاري. في الحقيقة أنا ما فكرتش إن الناس دول ما بيصوموش كل أسبوع. أنا جيت أودعك يا أميرة. كده على طول؟ ما لسه بدري. طبعا إذنكم بقى أسيبكم لوحدكم، أصل إيزيسيوس كمان دلوقتي عنده تدريب. ربنا معاه. لكن قوليلي أنا سيمون، هو أنتوا صحيح بتصوموا كل أربع وجمعة طول السنة؟ طبعا، ما عدا الخمسين المقدسة اللي بعد عيد القيامة. مش معنى يعني الأربع والجمعة مع إنهم قريبين من بعض، ليه مش الحد والخميس مثلا؟ الأربع يا مريم تذكار خيانة يهوذا للسيد المسيح، والجمعة صلب رب المجد. بس مش انت قلتيلي ان انت بتصومي أربع وجمعة انت واخوكي؟ الحقيقة أنا قلت كده عشان ما جرحش حد، لكن قوليلي ايه الاهتمامات الكبيرة اللي انت كنت هتقوليلي عليها؟ تعالي معايا. اهتماماتي يا مريم بربي وإلهي يسوع المسيح اللي تهان كتير علشان وحمل الصليب واتصلب من أجلنا، وبعد كل ده تسأليني إيه الاهتمامات زي السبق والخيل والحفلات؟ ياريتك يا مريم، ياريتك تغيري تفكيرك واهتماماتك. صلي من أجلي يا أنسمون. بصلوات العذراء والقديسين أنا بصليلك، وياريتك أنت كمان تصلي من أجل. شفت اللي عملته أنا سيمون؟ إيه ده بس؟ أهدى إزاي؟ على فكرة الخبر ده هينتشر في كل الولايات.
الملك قدم على سفرته فول وعدس ولوبيا، سيرتنا هتبقى فضيحة. لا فضيحة ولا حاجة، أنا سيمون مغلطتش، إحنا اللي غلطانين. أنت كمان في صفها؟ يا مولاي إحنا فعلا في صيام. أنا عارف يا مولاتي، لكن دول ضيوف ومش مفروض نقدم لهم فول وعدس ولوبيا. مش إيزيسوس كان مبسوط وموافق على رأيها؟ أيوة بس ما كانش صح، كانت ممكن تعمل أكل صيامي وفطاري ونسيبهم على راحتهم. اهتماماتي اهتماماتي يا مريم بربي وإلهي يسوع المسيح اللي تهان كتير علشان وحمل الصليب واتصلب من أجلنا. أشكرك أشكرك يا رب لأنك عرفتني الطريق الصحيح وعرفتني بماذا أهتم وعرفتني لمن سبيلي وصلبت من أجلي. سامحني سامحني وغير حياتي وكن معي ولا تتركني. آمين. أما خد ناحية الدين بومبا، ده الملك إيه صحته زي الحديد، ده بيقول معدتي تهدم الزلط. طلع نقبين على شونة. يا بطني يعني كان لازم تملاها على الآخر. ياه يا سلام، زي ما كنت تعبان وارتحت. يا ساتر على الأكل، الأكل اللي أكلته فول وعدس ولوبيا بنقطة. يا ساتر أنا وأنا قاعد مع الملكة بقى. استني بسرعة. ايه الفول تاني؟ لا دي اللوبيا ام نقطة. يبقى بقى لسه العدس. انت هنا يا مريم وانا دايخ عليك من الصبح. خير يا ايزيسوس، في حاجة؟ انت نسيت حفلة الفروسية ولا ايه؟ اكيد انت نسيتي. لا ما نسيتش. طب يلا بقى قومي البسي وجهزي، ما تنسيش تعزمي ميلينا عشان تتفرج على اعظم فارس في التاريخ. الكبرياء. الكبرياء؟ كبرياء ايه؟ خطية الكبرياء، الخطية الأولى اللي بيكرهها ربنا. انت ايه حكايتك؟ انت من ساعة ما رجعت من عند أناسيمون وانت حالتك اتغيرت. لأن قبل ما قابل أناسيمون واتعلم منها كنت زيك كده. أنا بصراحة مش فاهمك، كنت ايه وبقيتي ايه؟ كنت متكبرة وغرقت وسط مشاكل الدنيا، الرب اللي انصلب من أجلي وأجلك، لكن أنا بشكر ربنا لأنه لمس قلبي وصحيح، وبصلي لك أنت كمان يا إيزيسيوس علشان الرب يلمس قلبك. الظاهر ان أناسيمون اثرت عليك قوي. الظاهر ان أناسيمون هي اللي صح واحنا اللي غلط. أناسيمون عرفت الديانة الطاهرة النقية. وايه بقى هي الديانة الطاهرة النقية؟ هي افتقاد الارامل واليتامى والمساكين، واهم شيء ان ندي الجزء الاكبر من وقتنا لربنا مش للسبق والحفلات. صلي يا إيزيسيوس علشان ربنا يرحمنا ويرضى عنا ويسامحنا. تفتكر ان ربنا ممكن يسامحنا؟ طبعا، ولكن ابدأ انت الخطوة الاولى وهو عليه الباقي. اقتربوا من الله يقتربوا اليك. صلي من اجلي يا مريم. الملكة عايزاكي اميرة. خير؟ في حاجة؟ لا لا ابدا، هي بخير طمني. حاضر انا جاي. اهي جات أناسيمون، قولها الا بحق ابن عم الأمير طلب إيدك لابنه إيزيسيوس ومنتظر الرد. منتظر الرد؟ على إيه؟ على الخطوبة طبعا. يا والدي أنا مخطوبة من زمان. مخطوبة؟ مخطوبة لمين وعرفتي فين؟ عرفته عرفته من زمان، من زمان قوي، من أول ما فتحت عيني. بس لازم يا بنتي يكون من أولاد الأمراء أو من أولاد الملوك عشان يليق بيكي ويليق لبنت الملوك. أيوة يا مولاتي هو صحيح ملك. اتكلمي بسرعة قوليلي هو مين ده؟ الأمير ده يبقى يا والدي يسوع المسيح. يسوع المسيح؟ قصدك انك... أيوة يا والدي أنا هترهبن. يا بنتي انت عارفة ان أنا ماليش غيرك في الدنيا، وأنا هسيب العرش ده كله لمين؟ نصيبي كده نصيبي انك تترهبني. يا والدي لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، وصدقني كل ملوك العالم ما يسووش حاجة قدام ملكوت السماوات. أقولك إيه، إذا كان دي رغبتك يا بنتي فأنا مش هعارضك، وعموما أنت مش أول واحدة من ولاد الملوك تترهبن. مبروك عليك عريسك السماوي. مولاي الحكيم الخاص وصل. خليه يتفضل. جيت حسب طلبك يا مولاي. طيب أقعد. العفو يا مولاي. بقولك أقعد، أنا اللي عايز كده. خير يا مولاي؟ مش باين خير، أنا زعلان أوي. ربنا يزيح عنك الهموم يا مولاي.
انت فاكر الموضوع اللي انا كلمتك عنه؟ انهي موضوع؟ المواضيع كتيرة يا مولاي. موضوع ابن ايزيسيوس وانا سيمون. طبعا فاكر يا مولاي. يعني تفتكر ان غلطان ان طلبت ايدي الاميرة؟ بالعكس يا مولاي، انت كان قصدك الخير للاتنين. ايوة فعلا، انا كان قصدي الخير للاتنين. امال ما ردوش عليا ليه؟ ده فات اكتر من شهرين وزيادة. اسمح لي يا مولاي، انت مش غلطان في طلب ايد الاميرة، التوقيت هو اللي غلط. توقيت؟ قصدك توقيت ايه؟ انا سامع ان الملكة ام الاميرة تعبانة جدا. الملكة تعبانة؟ يعني ممكن تموت هي والملك؟ غريبة قوي. ابعتوا انشروا رسالة في كل الولايات واكتبوا فيها: انتقلت الى السماء صاحبة الجلالة الاميرة العفيفة الملكة. ايوة يا ابان، بس انا مش قادرة انسى امي. محدش يا بنتي يقدر ينسى اللي رعاه ورباه. والدتك دي ست عظيمة، لما كانت عايشة على الارض كانت عايشة في حالة استعداد تام بالصوم والصلاة والقراية في الكتب المقدسة. المفروض يا بنتي كل واحد مننا يكون في حالة استعداد تام للحياة الأبدية. صلي يا أبانا من أجل والدي. ليه؟ خير يا بنتي؟ والدي يا أبانا من ساعة موت أمي تعبان خالص وصحته في النازل. ربنا يصبركم يا بنتي ويشفي مرضاك. صلواتك يا أبانا. يا والدي إيه اللي قومك من السرير؟ هو الدكتور قال إيه؟ قال إنه لازم يستريح في السرير وياخد الدواء بسرعة. طيب يلا روح هاتيه بسرعة، المفروض انك تكون مستريح في السرير دلوقتي يا والدي. انا سيمون، اسمعيني كويس، انا عمري راح خلاص وقربت احصل امي. والدي ارجوك انت سيبيني اكمل كلامي. انا سايبلك الملك ده كله بين ايديك، عايزك تحكمي بالعدل وتنصري المظلوم. انا عارف ان المسؤولية هتبقى كبيرة عليك وربنا معاكي. أنا مطمن عليكي وانت مع عريسك السماوي. يا رب نبكي روحي واحفظ روحي ولا تتركني من قدام وجهك. والدي مات الملك، إرادة الله فوق كل إرادة، يبقى لازم نلحق احنا بالملك بتاعنا. يلا يا إيزيسيوس، عاوزك تكون جاهز قبل ما يقولوا مات الملك يحيى الملك. يا حارس. امر مولاي. خد المنشور ده وانشروه في كل الولايات. مش ممكن، رفضة ازاي؟ صدقني هو ده اللي قالته بالظبط. يعني مش عايزة تبقى ملكة؟ يعني رفضة الملك؟ رفضة الملك ازاي؟ ده هي الوريثة الوحيدة. اصل العيلة دي من اكتر العيلات اللي حكمت البلد واحنا ما نرضاش بحد غيرها. من رأيك نعمل ايه يا سيدنا؟ يا ابني لتكن إرادة الله. أنا اللي شايفه إن الأميرة لسه حزينة، تفقد الأب والأم في سنة واحدة صعب عليها. يا سيدنا بس أنت عارف إن الطمعانين في العرش كتير. المسألة دي لازم تتحسم النهاردة. عندك حق، اتنين منكم يطلعوا يجيبوها وأنا هحصلكم على الكاتدرائية عشان أجهز لحفلة التكريم. على فين يا سيدنا؟ في إيه يا أخوانا؟ انت نسيتوا ان انا احق واحد بالكرسي ده؟ يعني ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ انا ابن عم الملك وانا سيمون تبقى بنته وهي احق. ايه ده؟ انتوا هتخلوا عيلة زي دي تحكمكم؟ انا سيمون مش عيلة، الاميرة انا سيمون بلغت السن القانوني وانا عارف قوانين المملكة كويس. جناب الوزير الكبير، انت وابونا اب اعترافها تطلعوا تجيبوها وتحصلوني على الكاتدرائية. انتوا باين عليكم انتوش عارفين عواقب اللي بيتعمل ده. اسمع يا الامير، لازم تفهم ان دي مش رغبتنا احنا وبس. مش رغبتكم؟ امال رغبه مين؟ رغبه الشعب كله. اتفضل، ادي عريضه موقعه من الشعب كله بامضائه على ان الاميره انا سيمون هي اللي تمسك الحكم. ايوه الكلام ده صحيح. باسم ربنا والهنا ومخلصنا يسوع المسيح وباسم شعبك المحب لله، نؤمنك يا انا سيمون ملكه خلفا للملك العظيم والدك، وندعي إلى الله أن ينجيك من الأعداء الخفيين والظاهرين وأن يطول في عمرك وأن تكوني ملكة دائمة للمملكة. أخلع هذا التاج من فوق رأسي إكراما وإجلالا لكتابك المقدس. أنت تعلم إلهي إنهم أخذوني على غير رغبتي
ووضعوا على رأسي هذا التاج الذي لا يساوي شوكة واحدة من شوكات تاجك. ساعدني ساعدني يا رب أن أحسن بمشيئتك وأن أنفذ كل وصاياك. ابعد عني عدو الخير بصلوات أم النور القديسة الطاهرة العذراء مريم. آمين. دي يا مولاتي تقارير الولايات كلها، وده تقرير الأمير الأكبر، تسمحي لي أراه؟ يا كبير الوزراء أنا عارفة اللي فيه. يا مولاتي ده تجاوز حدوده، صليله ربنا يهديه. طيب تسمحي لي أعرفك على أهم أطماع الأمير الأكبر؟ أطماع؟ أطماع إيه تاني؟ في مساحة من الغابات الشاسعة حوالين ولاية الأمير الأكبر، طبعا فيها وعاوز يضمها لولايته، وفعلا نزل قوة من الجيش والمهندسين علشان يقيس المساحات دي كلها ويضمها لولايته. والغابات دي يا مولاتي تتقدر بحوالي 100,000 فدان. والغابات دي ممكن تفيده في ايه؟ الغابات دي يا مولاتي مصدر رئيسي لمورد الدولة، وفيها جميع انواع الاخشاب والطيور والحيوانات النادرة، ده غير كمية الفواكه اللي بنصدرها، يعني هنخسر مصدر رئيسي لمورد الدولة. والمطلوب ايه؟ تأمري رئيس الحراس لتصدي هذا الاعتداء، ومنرجعش عن اطماعه نحاربه. اهدى ارجوك وبعد له رسالة الاول، وان مرجعش انا هيبقى لي تصرف معاه. امر مولاتي. ايه تاني؟ احنا وزعنا الفدادين الشرقية على الفلاحين المحتاجين بالعدل. ايوه يا مولاتي. تقدروا تتفضلوا وخلوا دايما ربنا قصاد عينيكم. حاضر يا مولاتي. مولاي الامير، الرسالة دي وصلتني من الملك الاكبر. من الأمير الأكبر إلى الوزير الأكبر، ومن أكبر إلى أكبر، الدنيا هتنور. سلام، وصلتني رسالتك بخصوص موضوع الغابات، وأنا مستعد إن احنا نسوي المسائل بسلام، وخصوصا إن أنا والملكة قرايب، وخدي بالك من قرايب دي. عموما عشان ما طولش عليك، أنا كنت سبق وطلبت من مولاي الملك الله يرحمه إيد الأميرة سابقا الملكة حاليا لابني إيزيسيوس قائد الجيش سابقا وولي عهدي حاليا، وموصليش رد، بس منتظر رد الملكة بقى وسلامي لمولاتي، وأرجو ألا تتأخروا في الرد الأمير الأكبر. الموضوع ده سبق وقلت فيه رأي الوالدي. طب يا ريت جلالتك تقوليلي عشان أبعت له الرد. بدأت الحرب الشعواء علي يا ربي من عدو الخير. يا ربي يا ربي يا يسوع المسيح ارحمني، فأنا معك لا أريد شيئا من الأرض. ومن الآن يا ربي ومن هذه اللحظة أنا سأترك هذا العالم وسآتي أعيش معك في الحياة الأبدية. ويا حبيبي يسوع المسيح اقبلني اقبلني إليك ولا تتركني. يا ربي يا إلهي يسوع المسيح افتح لي باب رحمتك يا رب، لأنك تعلم إني إنسانة ضعيفة، ولا تتخلى عني ولا تتركني يا إله خلاصي وجدد حياتي، ولك الملك الدائم. آمين. يا ربي يا إلهي يسوع المسيح، أنا إنسانة ضعيفة ولا أستطيع أن أحتمل تجارب إبليس إلا بقوة صليبك، وأنت وأنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوة العدو، وكل هذا بقوة صليبك المقدس. وأخضع الرب هذه الوحوش إلى القديسة العفيفة، وأصبحت الطبيعة الشرسة طبيعة هادئة أليفة، وبقوة صلوات القديسة أناسيمون قادتها الوحوش إلى منابع المياه، فكانت تأخذ حاجتها من المياه. أنا مشتاقة مشتاقة ليك يا رب، مشتاقة ليك يا رب. إيه ده؟ إيه ده؟ ده دير. طيب لازم أعمل أي حاجة علشان أعرف أدخله. أعمل إيه؟
أعمل إيه؟ أيوة أعمل مجنونة، أعمل هبلة. إيه ده؟ أنت مين؟ أنت مين وعايزة إيه؟ عاوزة أدخل. تدخلي فين؟ البيت ده. أنا جعانة جعانة وعايزة أكل. استني لما أقول لأمنا رئيسة الدير. كل اللي قدامك ده يا أمنا خلصيه. وانت يا أمنا يا تمام يا تمام. ايه في ايه وايه الدوشة اللي برا دي؟ في بنت شكلها غريب جدا واقفة عند الباب وعايزة تدخل. تدخل تروح فين؟ الحقينا يا تمام، في واحدة واقفة برا وباين عليها راكبها شيطان. طيب يلا بينا يلا. ايه اللي بتعمليه ده؟ لقيناها عماله بتكسر في الباب. مين اللي قالك تكسري في الباب؟ وبتكسري في الباب ليه؟ اهدي يا بنتي اهدي. مالك عايزه ايه؟ دي باين عليها عايزه تنام. انت عايزه تنامي؟ طيب خلاص خلاص اهدي اهدي يا بنتي. بسم الصليب بسم الصليب، بسم الاب والابن والروح القدس، ربنا يهديكي. دي باين عليها شيطان. لا ابدا، انت جايه منين؟ طيب خلاص خدوها وادولها اكل وميه، دي باين عليها جعانه قوي والظاهر انها مشيت مشوار طويل. يلا يا بنتي يلا يا بنتي. سامحني يا رب، انا عملت كده علشان اقدر ادخل الدير. ايه ده؟ ايه الجنان اللي بيحصل ده؟ مش معقول، ده حاجه غريبه جدا. يوه ده انت باين عليكي هتتعبينا معاكي. هو احنا فاضيين لك؟ أنا لازم أروح عند رئيسة الدير. مسكينة، ربنا يشفيها. انتي ايه حكايتك يا بنتي؟ قلنا جعانة قدمنالك أكل ما كلتيش، أمال عايزة ايه؟ عاوزة تنامي؟ طيب تعالي خدوها اغسلوا لها وشها وغيروا لها هدومها وودوها أي قلاية فاضية عشان تنام، يمكن لما تستريح تهدى. ربنا يهديك يا بنتي. ايه نايمتوها؟ مرضيتش تلبس اي حاجة من عندنا ولا تنام في اي قلاية. اما نامت فين؟ جريت مننا وراحت نامت على الارض جنب البوابة. من غير فرش ولا غطا؟ ايوة. غريبة قوي البنت دي. الايمان الصادق والايمان الحقيقي بيصنع المعجزات. مرة في يوم دخل لص في دير للراهبات وصدفة، وخلوا بالكم من كلمة صدفة دي لاني هرجع لها تاني بعد ما احكي الحكايه. صدفه قابلته رهبه ضريره. مين؟ انا الانبا دانيال. ابونا دانيال ايدك ابوسها. ارتاح يا ابونا، ليه حرمنا منك ومواعظك ومباركتك يا ابونا؟ ما انا جيت اهو عشان اقول لكم الوعظه. اشكرك يا ربي لانك سمحت لي اخد بركه غسيل رجلين هذا القديس العظيم. دي مية رجليه ممكن تعمل معجزات. أشكرك يا رب يسوع المسيح، أشكرك يا رب يسوع المسيح. اشفيني يا رب اشفيني يا رب اشفيني يا رب. أشكرك يا رب يسوع المسيح، أشكرك. إيه ده؟ أنت مين؟ أنا تبت على إيدك. صليلي ودعيلي. أنا تبت إليك يا رب، تبت إليك يا يسوع. ومن يومها أصبح اللص رجل من رجال الكنيسة مباركين، وأصبحت الرهبة الضريرة تبصر، يعني ترتيب ربنا ظهر هنا. نرجع لكلمة صدفة. المسألة هنا ما كانتش صدفة إن الرهبة الضريرة تفتح على إيد اللص، ولا ان اللص يتوب على ايد الرهبة الضريرة اللي ابصرت. دي معجزة الهية حصلت بسبب ايمان الرهبة القوي. ده ما نسموهوش صدفة ابدا، ده نسميه ترتيب الهي. واحنا بقى ما نعرفش ايه ترتيب الالهي اللي هيحصل من البنت اللي جات لنا النهاردة. ما نعرفش هيحصل ايه. انا متهيئة للبنت دي مريضة بمرض معدي. لا دي مريضة بمرض عقلي. ابدا صدقيني يا امي انا مش مستريحة للبنت دي خالص. انا خايفه لا تكون عامله وحشه وجايه تستخبى عندنا.
انت نسيتي تعليم الرب، كل من سألك فاعطيه. لا، البنت طلبت مننا اللي احنا نحميها، نقوم نرميها للوحوش ونخالف تعليم الرب. انا اسفة يا امي، اخطيت، سامحيني. هي فين دلوقتي؟ انا كنت بطمن عليها، لسه نايمة يا ام. حد غطاها؟ لا، محدش غطاها. طيب واحدة فيكم تروح تغطيها، الليل داخل والدنيا بتبرر. أشكرك يا إلهي لأنك سمحت لي أقنعهم أنني هبيلة. أشكرك، أشكرك فإنني لست مستحقة لهذا، فسامحني، فسامحني واغفر لي. بتعمل إيه الهبلة دي؟ بعد ما نظفت ونشفت مغرقة الدنيا إزاي بالدرجة دي؟ أنا هروح أنادي رئيسة الدير. أنا خايفة عليها تبرد. ايه اللي بتعمليه ده يا بنتي؟ كل ده انت اللي عملتيه؟ انت ما بتتكلميش ليه؟ كملي عملك يا بنتي. ابونا ابراهيم، نشكر الرب على سلامتك. اتفضل اتفضل يا ابونا. انت عامله ايه يا بنتي؟ نشكر ربنا. امال فين طماف؟ حالا يا ابونا هندهالك. اهلا اهلا يا ابونا ابراهيم، احنا زرتنا النعمه النهارده. اهلا بيك يا بنتي، انت ايه اخباركم؟ نشكر الرب، لكن ايه الغيبة طويلة دي يا ابونا؟ 4 سنين حرمنا من تعليمك ومواعظك. الرب لما بيريد بيرد الغايب يا بنتي. لكن قوليلي، انتوا ضميتوا راهبات جديدة للدير؟ لا يا ابونا. امال مين البنت اللي كانت بتملى المزيار دي؟ قصدك الهبيلة؟ هي اسمها الهبيلة يا بنتي؟ الراهبات مسمينها كده. امال اسمها الحقيقي ايه؟ الحقيقة انا معرفش يا ابونا، هو كل همها تكنس وتمسح وتنظف وبس، عايشة في حالها. ودي ايه حكايتها؟ الله أعلم يا بونا. في مرة خبطت الباب، فتحنا لقيناها، ومن يوميها لا نعرف لها أصل ولا فصل. ربنا يعينك يا بنتي على مسؤوليتك. صلي من أجلي يا بونا. أظن إن أبونا متى بيجي ياخد اعترافاتكم ولا لأ؟ بيجي يا بونا، من يوم ما قدسك سافرت وهو ما قصرش معانا أبدا. ربنا يباركوا، هتيجي ناخد الاعترافات دلوقتي؟ يا ريت يا ابونا، لكن مش ترتاح قدسك شوية؟ معلش يا بنتي الوقت ضيق، وانا لازم امشي قبل الليل ما يدخل. لكن الغيبة الطويلة دي كانت ليه يا ابونا؟ كنت ملازم فيها الانبا دانيال، لازمته 4 سنين. خلال ال4 سنين دول ما عتبش فيهم باب قليته ولا مرة، وقافل باب قليته، ومش راضي يقابل اي حد خالص، حتى تلميذه بيدخلوا كسرة الخبز وشوية المية بالعافية. في ايه؟ في الحقيقة مش عارفين، لكن بعض اباء الكهنة قالوا ان هم بيسمعوه بالليل بيبكي بكاء ملهب. باسم الصليب، باسم الصليب، انا احساسي ان ابونا دانيال حاسس بحاجة وحش هتحصل للعالم، وعلشان كده بيبكي بحرارة من اجل ان ربنا يرفع غضبه عن العالم. ربنا وحده اللي يعلم يا بنتي. ارجو يا ابونا انك تكلمنا عن الانبا دانيال. بسم الاب والابن والروح القدس، اله واحد، امين. اشكر الرب يا اخوتي لانه اراد وشاءت ارادته لاكون معكم في هذا اليوم، واشكره ايضا وادعو واتضرع اليه ان يحافظ عليكم ويحميكم من محاربات عدو الخير. في الحقيقه يا اخوتي، سبب انقطاعي عنكم لمده ال4 سنوات اللي فاتت هو لأني كنت ملازم لأب قديس كاهن هو أبونا دانيال. في الحقيقة أحب أطمنكم على هذا الأب القديس. أبونا دانيال هو الأب اللي جات له القديسة أناستاسيا في ملابس الرجال وترهبنت على إيده وفضلت في مغارة في قرية لمدة 18 سنة لغاية ما كشف الرب عن حقيقتها لأبونا دانيال. ولكن أبونا دانيال ما أعلنش لأي حد حتى تمت نياحتها. والحقيقة أبونا دانيال دلوقتي بيمر بمرحلة صعبة قوي، أرجو إن احنا كلنا نصلي من أجله. والمجد لله دائما أبديا، أمين. ارحمني يا إلهي، ارشدني إلى الطريق الصحيح. يا رب أنا أخطئ ونسيت، سامحني، سامح عبدك الخاطئ يا رب، سامح عبدك الخاطئ. ايه في ايه؟ مالك يا ابونا؟
كل تلاميذك قلقين عليك وبيسألوا عليك. تعالى يا ابني، كان ربنا بعتك ليه؟ أنا مش قادر أسامح نفسي، عايزك تصلي من أجلي. ليه كل ده يا ابونا؟ أنا من فترة كنت في زيارة في أحد البلاد، وهناك قابلت راجل كان بيكسر في الحجارة وبعدين ياخدها ويروح بيها في السوق يباعها. فقعدت بعيد عنه وراه وشوفه بيعمل ايه، ولما اتأكدت انه راجل تقي وشوفته بعناية بيسبح ربنا وهو بيكسر في الحجارة، رحت كلمته وقال لي انه بيكسر في الحجارة وبعد ما بالشمس بتغيب بيروح يباعها في السوق، لكن كان قرشه قليل. وبعدين؟ ولما بيرجع بيقفل بابه ويشكر ربنا ويشتري لنفسه القوت القليل والباقي يوزعه على الفقراء. وبعدين يا ابانا؟ فرحت باركته وسمعت منه سيرة حياته، وكان هدفه انه ما يدخلش شيء لنفسه الا القوت القليل والباقي يوزعه على الفقراء، ورزقه يوم بيوم، يعني يومه بيومه. فصليت له وسبته ورجعت قليتي. وبعدين يا بينا، ايه اللي عملته في قليتك؟ ولما رجعت قليتي خطرت على بالي حكايتي، فطلبت من ربنا انه يزود رزقه ويخليه من الناس الاغنياء، يكتر من اعمال الرحمة عنده ويساعد الناس. وبعدين سمعت ان هو بيكسر في الحجارة لقى كنز. احمدك يا رب، عمرك ما بتنسى حد. ايوه يا رب، عمرك ما بتنسى حد. ولاقي مروح بدري ليه؟ الشمس لسه ما غابتش. الله، هو ما بيردش ليه؟ يمكن يكون تعبان ولا حاجه. قضيت على الفقر يا ولاقي، قضيت على الفقر. انا لازم اقعد مع الناس الكبار، مع اعيان البلاد. لا، الناس هتعرف ويقولوا للحاكم، والحاكم يبعت يقبض عليا، وسين وجيم. احسن حاجه اهاجر بره خالص. ايه، مين اللي بره؟ انت مين؟ انا يا ولاج، انت لحقت نسيتني، انا من اخوه الرب. انا تعبان النهارده قوي. طب اديني اي حاجه. انت بس سامعني وانا بقولك انا تعبان. انا تعبان قوي، ده انا حتى ما رحت الشغل النهارده. خلاص انا ماشي. واحد راح وواحد جاي. لا يعني مش هتهنى بالثروه دي. انا احسن حاجه اسافر، ولا من شاف ولا من ديري. وسافر اولاجي؟ سافر وباع الكنز وبقى من الناس الاغنياء، وكان هدفه انه يوصل للملك. وصل له؟ وصل للملك وعينه وزير، وانعدمت رحمته لاي حد، وبدد الأموال شمال ويمين. والكلام ده وصل لولي العهد وغضب جدا، لكن ما كانش يقدر يعمل حاجة قدام جبروت أولاجي. لكن يا أبانا، ما تعملش في نفسك كده. أنت كان قصدك خير، لكن عدو الخير هو اللي غلب أولاجي. صلي يا ابني إن ربنا يرحمه ويرحمني. مات الملك وابنه اللي قاعد على العرش. طردوني بعد ما كنت من اعيان البلد. الفلوس هي اللي عملت فيا كده. اسمعوا حكايتي، طردوني بسبب الفلوس. انا كنت راجل فقير غلبان بكسر الحجار، لكن المال هو اللي دمرني. انا كنت دايما بقول ما بتنساش ابدا يا ربي اللي اتكالوا عليه. سامحني يا رب. ما دمت تبت واعترفت بخطيتك فربنا هيسامحك ويغفر لك خطيتك يا ابني. ابونا القديس دانيال، سامحني يا ابونا. ربنا يسامحني ويسامحك يا ابني. هرجع تاني اكسر في الحجاره. صلوا لي ارجوكم، صلوا من اجل ضعف ايماني. ارحمني يا اله الحنان. اشكرك يا رب لانك وقفت معايا ومع اخي ولاجي. هل أنت كنت تعارض إرادة الله؟ لا، أنا ما عرضتش، لكن كنت خايف على حياة روح أولاجي
بسبب صلواتي علشانه. رأيت الذين كانوا يلتفون حوله؟ أيوه شفتهم وأعرفهم وكتير وعصتهم. وهل كان يرد أحدا منهم كما كنت تعرف؟ ما أعرفش. اعلم أن عظة أولاجي قد ردت كثيرين، واعلم أيضا أن مقاصد الله لا يعلمها غير الله. والآن قم واذهب إلى دير الأنبا أرميوس للراهبات، وهناك سترى عذراء عفيفة لم يصل إلى رتبتها إلا القديسين. اذهب وسوف أرشدك. الحمد لله وصلنا. بس أنا نفسي أعرف يا أبانا إيه سبب الرحلة دي؟ هتعرف، لكن لكل شيء تحت السماوات وقت. اسمع يوسف يا ابني، أنا هروح أرتاح هناك، وانت خبط عليهم واسأل عن طماف، وقول لها دانيال عايز ينزل عندكم ضيف الليلة. حاضر يا أباني. أيوة يا أبونا، تحت أمرك. عايز أتكلم مع طماف. قول لي عايز تقول لها إيه وأنا بلغها. قول لها إن في راهب عايز يتكلم معاه. بخصوص إيه؟ اصنعي رحمة وقبليني أنا وأبانا الليلة دي. بس إحنا ما تعودناش إن حد يبات هنا، ده دير للراهبات. أيوة، بس الحقيقة أبي راجل مسن ومش هيقدر يبات في الصحراء. مين أبوك ده؟ القمص دانيال، قمص برية شهيد. القمص دانيال؟ خليه يتفضل. يا قدس أبونا، تشريفك لديرنا ده أكبر بركة. ربنا يبارك فيك يا بنتي، ما تقوليش كده، ده ديركم مليان بركة من زمان، بس انتوا اللي مش داريانين. شكرا على محبتك يا أبونا. هي الأخت اللي كانت واقفة جنب الزيار دي وأنا داخل من البوابة، ما جاتش ليه تسلم عليا؟ واسمها ايه الاخت دي؟ اخواتي هنا مسمينها الهبيلة، وتماف من زمان كانت عايزة تمشيها من هنا وترجع تقول لو خرجناها برا الدير وحصل لها حاجة يبقى احنا اخطأنا الى الله بسببها. ربنا عالم بخبايا القلوب يا بنتي. يوسف، يوسف يا ابني، اسهر معايا الليله دي وانت هتشوف شيء له العجب. خير يا سيدنا. شفت الاخت اللي بيقولوا عليها الهبيله؟ ايوه يا سيدنا شفتها. وصدقت انها هبيله؟ ايوه صدقت، كل افعالها بتقول كده. طب اسهر معايا وانت هتشوف عظائم فضائل القديسه دي. يا سيدي يا حبيبي، من اعماق قلبي بصلي لك يا الهي. من أجلنا نزلت من سماءك، ومن أجلنا نحن أيضا صرت إنسانا لتكلمنا عن الإيمان. مش معقول، ده منظر سماوي عجيب. شفت يا ابن بنفسك؟ يا رب يسوع المسيح ارحمني أنا الخاطي. اطلب يا ابني من يسوع المسيح أن يرحمني أنا الخاطي. اسمع يا ابني، روح صح طماف وانده لها من قرشة وشرة. حاضر. يا رب يا رب ساعدني أن أحيا حياة الاستعداد التام. اجعلني لا أهتم ولا أذكر إلا اسمك الحبيب، فمعك لا أريد شيء على الأرض. أنا يا رب خطية. يا إلهي سامحنا، سامحنا يا إلهي، يا ما تعبناها وأزناها، لكن إزاي إزاي معرفتهاش؟ هو أنا لسه خطية يا ربي؟ إزاي معرفتش إنها قديسة؟ ده انت فتحت عيني يا رب، لكن ازاي ما فتحتش بصيرتي علشان اعرفها يا رب؟ يا رب سامحنا، سامحنا يا رب. هي دلوقتي في لحظة من اعجب اللحظات، لحظة انطلاق الروح والعقل. اللحظة دي بيتحرر فيها الروح ويسكت العقل عن التفكير، والاتنين بيلتصقوا بالحبيب. يا رب يا الهي، يا ترى مين القديسة دي؟ القديسة أنا سيمون الملكة السائحة اللي سابت ملك العالم عشان المسيح. فتحوا عينيكم وبصوا للملكة أنا سيمون اللي سابت الأرض ودخلت القصر السماوي لتملك محبة ربنا يسوع المسيح. أذكرني يا رب، أذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك لأسمع صوتك الحبيب فيقول تعالوا تعالوا إلي يا مباركي أبي. صلينا، صلي علشاننا يا قديسة يا عفيفة. سامحني يا رب،
سامحني يا رب يسوع المسيح، اذكرينا يا أميرة أمام عرش النعم، اذكرينا يا أميرة أمام العرش السماوي، اذكرينا يا أميرة أمام العرش السماوي. هي قصة حياة القديسة الطاهرة أناسيمون السائحة كما رواها لنا الأب السائح. بركة صلواتهما لتكن معنا آمين.